اهلا هاي بوتيكات، حياكم. الله يحييكم، بارك عليكم الشهر. تبارك حبيبتي، حياك الله. الله يحييك. عطر الحب الكبير على منو؟ على الحب الكبير رحمه الله عليه، عبد الحسين عبد الرضا. امينه حاف واحد ولا اثنين؟ لا، امينه حاف واحد. تنصحون في مجال التمثيل ولا لا؟ طبعا انا انصح بمجال التمثيل وبالقطايف بعد. تركيا ولا باريس؟ انا احب الاثنين، بس طبعا المفضل عندي منو؟ تركيا. تركيا. منو معور راس الثاني اكثر، انت ولا الهام؟ لا، اثنيننا معورين راس بعض. حرام عليك، ظلمتني. الحب ولا الامان؟ انت ايش رايك شهاب؟ انا اقول الامان والحب اثنينهم يكملون معك. انا اقول بالضبط نفس كلامك، البدايه الامان وتالي عقب الحب. سوشيال ميديا ولا تمثيل؟ لا، تمثيل. تمثيل اكيد. اكل الهام ولا مطاعم؟ لا، اكل ست الكل الهام. حسبالي. مرشات ولا بخور؟ طبعا المرش هذا بالذات انا ما استغنى عنه، قبل الفطور بعد الفطور، اي حزه اذا بقيت فيها حلوه على طول هذا. هذا ما تستغني عنه. عدد الاصفار اللي بحسابك؟ اوه، اصفار. طبعا انا كثره الضغط اللي صار علي قبل رمضان قررت اخذ بريك اول اسبوع رمضان، قعدت في البيت وجابلت البيت، اما الحين بلشت عاد نشاطاتي ترجع. اما انا بالنسبه لي رمضان هي احلى اجازه مرت علي، لان قبل رمضان ما شاء الله كان عندنا وايد شغل وتصوير ومن سفره لسفره امور كثيره، فالحمد لله فحياتي الحين برمضان هاديه اكثر، بيتوتي اكثر، بعد الفطور كذي اقعد ويا الاهل، اخلص التسعة ونص على قولة الهام بديت اجابل شركتي الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا بالاضافه الى متابعتنا لبعض الاعمال اللي نشوفها، وخصوصا امينه حاف اللي ما نقدر نطوفه، لان طبعا عملنا لازم نشوفه، وبعض الاعمال اللي ما شاء الله هالسنه في كميه كبيره من الاعمال الرمضانيه الجميله وقاعد نتابعها، مثل ما قال قعده الاهل وناستنا ويمعتنا على الفطور وقطايفنا وقهوتنا وشاينا وحركاتنا. طبعا بالنسبه حق امينه حاف يعني قاعد نشوفه، يعني هذا الشيء الوحيد اللي خلينا يعني نجمع ونشوفه، بس صار امر يعني مؤسف ان الهام طاحت علي هي تابع المسلسل من غير ما تدري. خرعتني. شنو؟ ليش تبتسم؟ قلت له لا قاعد، قلت له انت تقعد تشوف طالع، قلت له شنو تشوف؟ قال شوف محمد رمضان مسلسل. قلت له والله بتابعه وانا ما ادري. بتابعه وانا ما ادري؟ ليش ما تقول لي؟ قلت له انا قاعد اتابعه. لانه يدري نام وهو يكمل. فيعني بالعكس يعني شيء حلو انه جمعت الاهل، يعني الاخوان الخوات. طبعا الحين سؤال المسابقة اللي مسويته بوتيكات، مقدمين لكم احلى الجوائز ان شاء الله اللي راح تشوفونها من بوتيكات. زين، عندي سؤال. نعم. ايش رايك تخلين سؤال المسابقة؟ المرش اللي رشيتي منه اذا قالوا اسمه يفوزون معك. يدشون المسابقة يعني سؤال المسابقة. ايش اعطيتكم شيء سهل؟ عاد انتم شيكوا شنو المرش؟ اي انتم شفتوني وانا امسك مرش مساع البيت وينن اينن اينن. هذا سؤالنا، شنو هالمرش؟ بهالمناسبة الحلوة نقول لكم كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر، وعسى الله يعودها عليكم دوم بالصحة والعافية يا رب. مبارك عليكم ما بقى من الشهر، وكل عام وانتم بخير وتقبلوا طاعتكم.